اجتمع نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية هان سونغ يول مع السفير الروسي ألكسندر ماتسي جوران وناقش الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وتقول كوريا الديمقراطية إن المناورات العسكرية المشتركة من قبل الولايات المتحدة ومراكمة قواها الاستراتيجية هي الأسباب الرئيسية للتوترات. وقال هان إن بلاده ستواصل تعزيز الردع النووي للدفاع عن سيادتها، فيما أعرب ماتسي جوران عن تفهمه لموقف بيونغ يانغ وأعرب عن أمله في نزع فتيل التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون من مختلف المجالات.